طيب قبل ما اختم، بما ان احنا بنتكلم على اداره الازمه، عايز اخد راي حضرتك في اداره الدوله المصريه في خروج ابنائنا من يعني انا عندي خبر انه خلاص اكتر من 70% من المصريين رجعنا. طبعاً. يعني اصل يعني الناس بتفتكر ان الموضوع ده مجرد عمليه لوجستيه، لا ده بتبقى علاقات ومخابرات وحاجات كتير، اجهزه الدوله، اجهزه يعني الدوله يعني يمكن اللي بيبقى ظاهر بس انه بعض اجهزه الدوله عن الاعلان على الخط، لكن ما وراء ذلك طبعاً يعني جهد كبير جدا، جهد كبير ومصر ادارت الازمه. طبعا للامانه اداره الازمه كان على اعلى مستوى، ومن اللحظة الأولى بناء على توجيهات السيد الرئيس وأجهزة المخابرات أدت دور كبير جدا وفق ما هو كان متداول عندنا. كان عندنا حصر كامل بالأسماء الناس الموجودة، طلاب أبنائنا وكل حاجة. تحركت الدولة، يمكن حضرتك يعني سألتي وأجبتي، جزء من الناس بتشوفه في الآخر وراه جهد كبير جدا وإطار متابعة تمام على أعلى مستوى، يعني بتتشكل وناس مش معروفة وناس بتشتغل وناس يعني في جزء من ده أداء الدولة بمهارة كبيرة، وجزء يحسب طبعا للسيد الرئيس وللحكومة وللمسؤولين في أجهزة المخابرات، لأنه ده جهد محسوب للناس، محسوب وبيتم بمهنية للأمانة. صحيح. بيتم على أعلى مستوى من المهنية وبيتم في هدوء، والهدف إن احنا نأتي بكل المصريين الموجودين. أصل من خاض التجربة بيعرف الفرق في التعامل. أنا كنت أيام حرب الخليج، أيام حرب غزو العراق على الكويت، وكنا كمصريين بنحاول نخرج. اللي انا شايفاه دلوقتي غير اللي تم التعامل بيه معانا فترتها خالص. لا المهاره بتحكم. صحيح. والاجهزه قامت قبل كده بحالات في دول كثيره، وحضرتك تذكري ده يعني في حالات في 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 في, في المنطقه العربيه وخارجها. افغانستان اقرب حاجه، وافغانستان والمطار مقفول وفي ليبيا وفي مناطق كثيره قوي في النزاعات. صحيح. كنا بنشوف ده في الخطوه الاخيره، فاحنا لازم نوجه لهم الشكر والتقدير طبعا. طبعا انا بشكرك كمان، شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. بشكرك. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون خلصت فقرتنا الإخبارية اللي خصصناها النهاردة علشان حضراتكم تبقوا مستوعبين تركيب البازل أو تركيب الصورة شكلها إيه في الوقت الحاضر. فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم.